عاش بقى لما لغايه ما انت شفته ووصلت لفين؟ ده عمل فيا حته فصل. مش انا داخل طب عشانه. مات قبل امتحان البكالوريوس ب 15 يوم. تاريخ وفاه ابويا 18 ابريل 68، انا خريج مايو 68. بص الفرق. شهر فعلا. توفى 18 ابريل 68. وانت اتخرجت في مايو. وانا انا دور مايو. خلصت مايو. يونيو يعني خلصنا يونيو. كان الامتحان 3 مايو. يبدا 3 مايو. وكنت عندي يعني طبعا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي اكرمني جدا ان يخليني اخش الامتحان. ما كنتش داخل. يعني كنت طبعا إيه؟ عندك اسماء كبيره جدا. هو كان عيان؟ ابدا، كان كويس جدا. الله، كان كويس جدا. ويعني ده من اللي خلاني اذاكر القلب كويس قوي. هو توفى سكته قلبيه. فخلاني اختار تخصص القلب واشتغل واشوف ايه الحكايه يعني. فهو يعني ادانا يعني عمل فينا فصل، ما شافنيش لما اتخرجت. بس هو يعني كتير يقولوا لي لا ده هو هيحس. انا ضد هذا الكلام خالص. يعني لما اديله صفه من صفات ربنا وهو متوفي ابقى غلطان. يقول لك ما هو حاسس بيك. حاسس بيه ازاي؟ هو توفى، اللي يحس بيه ده ربنا. فمش عايز ادي الميت صفه من صفات الله، والا بقى راجل مش مظبوط. يعني انت رايك ان الموتى حين ينصرفوا وذهبوا الى الجانب الاخر؟ انا لو اتكلمت على الموت ابقى جاهل. ابقى جاهل. تبقى مش جاهل، تبقى متعدي. لا، ابقى جاهل. طب اشرح لي. حد مات وصحي قال لنا حصل ايه؟ لا، احاديث عن عذاب القبر عن 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 ان ما حدش قال لنا. انا مصدق. مصدق تماما كل ما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام. انا مصدقه تمام. بس انا ما سمعش من حد. فالموت ما يدريك ان ربنا غفر لي. انا هقول حاجه بسيطه جدا. قول. دخلت امتحان. اجيب لك شاي؟ لا شكرا. لا حلو يعني. انا دخلت امتحان. على فكره انا بسال واحد، انت بتحب تشوفني في التلفزيون؟ قال لي جدا، ده انا متابعه كذا. قلت له بتحب الطب ولا غير الطب؟ قال لي لا غير الطب. والله. والله قال لي لا، انت بتتكلم في غير الطب بجمال. اصلي الحياه بتبقى احيانا محتاجه زي ما الواحد محتاج يستريح على كتف حد. طبعا بيبقى المشاهد محتاج شوي يستريح على حد صادق. صح. بس هذه كل الحكايه، حد مصدقينه. مش مع كل الاحترام الاشياء العظيمه التي تقدم يعني ما بنتكلمش. فحضرتك انت دخلت امتحان. الامتحان 3 ساعات. قعدت اول ساعة ما كتبتش ولا كلمة. معنى كده انك سقطت؟ لا لسه بدري. برافو عليك. لسه بدري. ممكن ساعتين لسه بدري اكتب فيهم احسن من اللي كتبت في 3 ساعات. لسه لا. طب قعدت لسه ساعتين ما كتبتش ولا كلمة. معنى كده انك سقطت؟ لا. انا ممكن في ساعة اكتب احسن من اللي كتب 3 ساعات. ايوه. طب 3 ساعات ما كتبتش ولا كلمه. معنى كده انك سقطت؟ لا. سقطت طيب ما كتبتش ولا كلمه ولا كلمه 3 ساعات خلص خلاص. لا. امال ايه؟ ممكن الامتحان يكون اتلغى. دي حاجه تانية بقى. تمام. حياتنا كده. حياتنا كده. انت شرفك واحد يقول لك دي اصل الست دي اشتغلت رقاصه وهتخش جهنم؟ شرفك. لا لا، ما هي بعد الرقاصه قعدت فتره اللي هي فتره الامتحان، وجاز الامتحان اتلغي. دي فيها آية صريحة. الله ينور. إذن الواحد لو تدخل على ما ترد دعوة بالقصة.